السلام عليكم واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من بين قوسين نخصصها اليوم عن الحديث عن مديريات جنوب ساحل الحديده واخر المشهد هناك، هناك العديد من النازحين لم يعودوا الى هذه المناطق، هناك المشاكل الكثيره التي حدثت بعد التحرير سنخصصها ولكن بعد هذا الفاصل. رغم مرور اكثر من عام على تحرير مناطق جنوب الساحل الغربي من ميليشيات الحوثي الا ان المعاناه لا تزال حاضره في حياه سكان هذه المناطق بدءا من مديريه الذباب جنوبا وانتهاءا بالقطابه وحيس شمالا اخر النقاط التي تتمركز فيها قوات الشرعيه والتحالف العربي تحولت ميون الى جزيره محظوره على الصيادين ولا يزال ابناء ذباب ممنوعين من العوده الى منازلهم بحجه الاسباب الامنيه كما ان صيادي المخا ويختل ممنوعون من الاصطياد مصدر دخلهم الوحيد. مدينه الخوخه هي الاخرى محرومه من الخدمات خصوصا على مستوى المياه والكهرباء ولا يختلف الامر ايضا في حيس التي نزح اكثر من نصف سكان اكثر من نصف سكانها رغم تحريرها في الخامس من فبراير الماضي وللعام الثاني لا يزال جميع سكان المناطق المذكوره محرومين من الرواتب في مختلف القطاعات عدا القطاع العسكري التابع للامارات فقط. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش طبيعة المعاناة التي يعيشها سكان مناطق الساحل الغربي وأسبابها ودور الجهات في التخفيف منها. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي سيكون معنا عبر السكايب من كولالمبور في ماليزيا الكاتب الصحفي الدكتور فيصل علي ومن عدن عبد علي خيشن من نازحي حيس ومن ذباب الناشط إبراهيم سالم قبل النقاش فاصل قصير. اهلا بكم مشاهدينا الكرام وابدا هذه الحلقه مع الدكتور فيصل علي من كولا دكتور مساء الخير مساء الخير اهلا بشير اهلا بك في البدايه لو تحدثنا دكتور عن كيف تتابع تحرير مناطق الساحل الغربي ابتداء من المخا وصولا الى الخوخه وذباب وحيس دعنا في البدايه نكون صريحين مع انفسنا ومع يعني جماهيرنا ومع الرأي العام بشكل واضح التحرير الذي ليس مبني على مسألة السيادة الوطنية لا يتدخل فيه الجيش الوطني وتحرير منقوص إن صح التعبير إن كان هناك من تحرير يجب أن يكون تحت مظلة الشرعية وتحت يعني سيادة الجيش الوطني التابع لهذه الشرعيه، اما ان تقوم دوله الامارات او غير دوله الامارات بعمليات خاصه لا تتبع الجيش اليمني ولا تتبع القوات المسلحه اليمنيه تتبع مجموعات يمنيه تعمل لصالح الامارات فهذا لا يعني لا يعني لا يعني تحرير ربما انتقال هذه السلطه او انتقال هذه المناطق من مربع الانقلاب الحوثي الى مربع الـ الـ القوات الاماراتيه الغير تابعه لليمن او القوات اليمنية التابعه للامارات وغير تابعه للشرعية نحن امام معضله حقيقيه هذا التحرير منقوص وهذا التحرير ربما يقود الى كارثه احتلال وهو ما يعني تخوف مشروع وتخوف له اسباب الموضوعيه السواحل اليمنيه من حضرموت الى الى حيث ترزح تحت قوه اجنبيه غير متعاونه مع السلطات الشرعيه اليمنيه وتوظف الكثير من العناصر المرتزقه من اليمنيين وغير اليمنيين الذين يعملون لصالحها بعيدا عن الدوله اليمنيه وبعيدا عن الشرعيه التي جاء التحالف العربي لاستعاده هذه الشرعيه واعاده الشرعيه الى الى العاصمه صنعاء والى المناطق المحرره ولكن لكن ما تم الى اليوم هو شيء مغاير تماما. نعم ولكن كما تعلم دكتور هؤلاء كلهم يتبعون الجيش الوطني وهم ايضا للمقاومه الشعبيه من ابناء هذه المناطق ولم ياتوا من السماء ولم تاتهم الامارات من ابو ظبي. هل يتبعون فعليا الجيش الوطني وقياده هيئه الاركان والقوات المسلحه اليمنيه ام يتبعون الامارات لوحدها ان كانوا يتبعون الامارات او قوات التحالف بعيدا عن الشرعيه حتى ولو كانوا يمنيين الا انهم يظلوا مرتهنين وبغير سياده ومتقصي الاراده والفعل على مستوى الارض هؤلاء يعملون بحسب اجندات خارجيه لا تتبع الدوله اليمنيه ولا تتبع الشرعيه، هم غدا هم اليوم ربما يسمون انفسهم تحرير ولكنهم في الغد يشكلون معضله. الامارات عملت منذ يعني مشاركتها في التحالف العربي على خلق مسميات نخب واحزمه تابعه لها غير مرتبطه فيما بينها. هي تخلق مشكلات مستقبليه هناك جيوش تتكون في اليمن بعقائد قتاليه مختلفه بولاءات مختلفه وهذه يعني على على المستوى البعيد كارثي ربما هذه الجيوش وهي النخب النخبه الشبوانيه والنخبه الحضرميه والحزام في عدن والحزام في الساحل الغربي ربما هذه هذه الجيوش او هذه المسميات تدخل في حروب اهليه لانها ستكون منفلته وغير تابعه لقياده موحده وغير تابعه للجيش الوطني اليمني، هي تابعه للامارات بشكل يعني خاص، وهذا لا لا, لا يجوز لا في عرف القانون الدولي ولا في اهداف التحالف العربي المعلنه على اقل التقدير. نعم، اذا كانت كما تقول دكتور، لماذا لا تعلن الحكومه الشرعيه بان هذه هي فصائل خارجه عن نظام الدوله وهي مثلها مثل الميليشيات ومثل ميليشيات الانقلابيين. هل تملك الشرعيه الحق في قول ما تريد؟ الشرعيه يعني متواجده في الرياض وصامته عن كثير من الاشياء وصامته عن انتهاك السياده اليمنيه كلنا نعلم وكلنا من اهل اليمن ولسنا قادمين من المريخ كما تفضلت. هذه الشرعيه اليوم غير قادره ان تقول نعم او تقول لا. هذه الشرعية مسلوبة الإرادة وتحتاج أن تتحرر من القيود والارتهانات التي يعني والارتهانات التي رهنت نفسها ورهنت السيادة اليمنية بمجملها فيها. لماذا لا تتكلم الشرعية؟ هذا السؤال يوجه إلى قيادة الأركان، يوجه إلى نائب رئيس الجمهورية وإلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس الوزراء الذين لا يستطيعون أن يخطوا خطوة في المناطق المحررة. الحكومه الشرعيه والشرعيه والحكومه لا يستطيعون العوده الى عدن ولا يستطيعون التواجد اليوم في حيث حيث هي مناطق محرره ولا في باب المندب السواحل اليمنيه تابعه لموانئ دبي وهذه شركه استعماريه ترث شركه الهند الشرقيه التابعه للاستعمار البريطاني سابقا وهي يعني هي قريبه الشبه بتلك الشركه هذا ما يجري اليوم في اليمن يعني مدلوله غير طبيعي ولا ولا يؤدي الغرض من نعم. من هذا التحالف ولا يحقق اهداف التحالف المعلنه هناك اهداف جديده وهناك رسم لخارطه سياسيه جديده وخارطه عسكريه جديدة تضر بمصالح الشعب اليمني وتضر نعم. بالسيادة اليمنية وتضر ببقاء شرعية صامتة نعم نعم طيب دكتور اسمح لي نشرك معنا في الحديث أحد النازحين من أبناء مدينة حيس الأستاذ عبدو علي خيشن في عدن مرحبا بك أستاذ عبدو حياك الله الله يحفظك أهلا بك حيس تحررت وتم طرد ميليشيات الحوثي منها لماذا لا تعودون بسبب القصف العشوائي على المواطنين من قبل الحوادث نعم اذا القصف المواطنين قصف عشوائي نعم مشكله اخرى يعني غير القصف الذي يطال هذه المدينه والله مشاكل بالنسبه للنازحين قصدك الذي في عدن نعم طيب ما مش مشاكل معينه بس اقصد استاذ عبد في سؤالي انه الان حيس اعتبرت محرره، صحيح كما تحدث هناك بعض الميليشيا الحوثي تقوم بقصف المدينه بالمقذوفات، هل هو هذا العائق الوحيد الذي يمنعكم من العوده الى حيس؟ ام هناك ايضا اسباب اخرى يعني لم تعد الحياه الى طبيعتها في هذه المديريه؟ ربما فقدنا الاتصال بالاستاذ عبد سنعود به الاتصال لاحقا، نعود للدكتور فيصل، دكتور فيصل اذا سمعنا الاستاذ عبد يعني لا زالوا نازحين في عدن ولا يستطيعون العوده الى مديريه حيس. برأيك هل المشكلة أيضا في قوات التحالف أو القوات اليمنية التي تديرها الإمارات التي وصلت إلى هذه المديرات لم تؤمنها ولم ترتب عودة الناس إليها أم الناس يعني من ذات أنفسهم لا يحبون العودة لماذا سيترك الناس أرى يعني بيوتهم وأرضهم بدون أسباب هناك أسباب كثيرة مثلا عندك خذ مثلا باب المندب ومنطقه ذوباب تم تهجير المواطنين وهناك تجريف للمجتمع هناك يعني عمليه تبديل ديموغرافي في في المنطقه ما يجري في ذوباب وباب المندب وفي المخا وربما يجري مثله في حيث ربما يتم طرد السكان والمواطنين الاصليين من هذه المناطق تحت ذرائع معينه واستبدالهم بمواطنين اخرين لا ندري ما انا ترى انك تبالغ دكتور بهذه المعلومه دكتور دكتور الا تعتقد بانك تبالغ بهذه المعلومات سأبالي؟ شاهدنا سأبالي؟ شاهدنا هذه القوات وهي تدخل هذه الاماكن وهذه المديريات في ذوباب واسالوا الناس الناس في جزيره ميون والناس في ذوباب وباب المندب تم تهجيرهم من بداية العمليات العسكرية في تلك المناطق الساحلية ما يجري اليوم في حيث ربما يكون مشابها لما جرى سابقا في المخا وباب المندب ومنطقة ذوباب بالتحديد وجزيرة ميونو هناك تهجير قسري وهناك تغيير ديموغرافي هناك حسابات أخرى يريدون يعني اقتطاع مثلا باب المندب من من جزء من الوطن هو كان تابع اداريا لمحافظه تعز، هناك ترتيبات لان يكون تابعا لمحافظه عدن، يريدون المخا فصلها عن محافظه تعز، هناك عمليات غير منضبطه بقوانين ومخالفه للقانون الدولي ومخالفه للسياده لشروط السياده اليمنيه. نحن لا نبالغ وانما نحاول قراءه الواقع وفهمه بناء على المتغيرات الجديده. اليوم في حيث لماذا لا يعود الاخ عبده وغيره من هذا الذي اتصلتم به يعني قبل قليل، لماذا لا يعودون؟ هل لان الحوثيين يقصفون هؤلاء سكان اصليين يعني من السكان الاصليين تعز تقصف كل يوم من هؤلاء يعني من هذه الميليشيات، لماذا لا يهاجر السكان من تعز؟ لان الجيش الوطني هناك ويعني و و والناس متمسكين طيب. بارضهم نعم. هناك في حيث المواطن الاصلي يتمسك بارضه عندما يجد نوع من الحمايه، لماذا لا يتم توفير الحمايه لهؤلاء الناس؟ هذا السؤال يوجه للتحالف. نعم، طيب دكتور انت ذكرت الان نقطه يعني في غايه الاهميه ما يحصل الان في باب المندب وفي جزيره ميون وفي ذباب ان هناك تغيير ديموغرافي ربما استبدال سكان بدل السكان الاصليين ومحاوله لتقسيمها يعني حتى على مستوى اداريا، يعني هذه المعلومات كيف حصلت عليها وكيف تاكدت انه فعلا هناك في هذه الجزر وفي هذه الاماكن يتم استبدال الناس وتغييرهم ب ناس اخرين يعتبروا أو ولائهم للامارات او قد يكونوا ايضا لقواعد اماراتيه نعم. لماذا تم تهجير الناس من قراهم ومناطقهم؟ هذا هو السؤال. هناك ناس خرجوا من منطقة من جزيرة ميون وهناك أناس خرجوا من يعني كثير من سكان منطقة ذوباب وباب المندب تم ترحيلهم وتهجيرهم من بداية الأحداث كان الحوثيين قد بدأوا بهذه الموجة والإمارات أكملت يعني أكملت هذه المسألة وما زال التهجير ماضيا في بين الناس الان هؤلاء الاخوه الذين خرجوا من عدن هؤلاء المواطنين المساكين الذين ذهبوا من عدن الى يعني من حيث الى عدن لماذا لا يعودون هناك مؤشرات خطيره وهناك يعني نيه مبيته وهناك افعال حقيقيه على الارض قلت لك ان سكان جزيره ميون تم ترحيلها ليتم استبدال المواطنين بقاعده عسكريه ما الضير ان يكون المواطن يعيش في ارضه ويوفر له الحمايه والقاعده العسكريه وفقا للشروط العسكريه والشروط الدوليه وشروط الحروب وباشراف مجلس الامن الامم المتحده ربما أتا... ربما هي لدواعي امنيه مؤقتا من أرضه؟ نعم دكتور ربما هو مؤقتا لدواعي امنيه فقط لماذا يتم الحكم القطعي الان؟ في كثير من ليس حكما قطعيا بل قراءه لما هو حادث في الواقع لماذا نبتعد عن القراءه الصحيحه ونذهب وراء ربما هناك تهجير قسري لمواطنين هناك نيه مبيته لاقتطاع باب المندب من الحدود الاداريه لمحافظه تعز سابقا والذهاب بها نحو عدن هناك اشياء يعني تحدث على الارض لماذا لا يسمح لمحافظه تعز باداره ميناء المخا؟ لماذا لا يسمح للجيش الوطني المرابط في محافظه تعز بالالتحام بالمقاومه التي دخلت الى الى المخا هذه عفوا الى 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 مدينه المخا وميناء المخا، لماذا لا يسمح للجيش الوطني المتواجد في تعز بالالتحام والمشاركه في تلك المعارك؟ وهذه الاسئله طرحناها سابقا. ونعيدها في في هذه اللحظه هناك يعني سيطره كامله وشبه يعني كامله للامارات العربيه المتحده للسواحل اليمنيه والموانئ اليمنيه ولمضيق باب المندب هذه كارثه حقيقيه وانتهاك للسياده اليمنيه ماذا يعنيني انا كمواطن يمني وماذا يعني الشعب اليمني ان نستبدل الحوثي بالاماراتي. ما الفرق ما الذي ما الذي استفدناه كشعب وكمواطنين وكومة يمنية لماذا تنتهك حقوقنا وشرعيتنا لا تستطيع العودة حكومتنا مطرودة من البلد هناك مشكلات تراكمت من بعد مشكلات الانقلاب هناك الآن ترتيب يعني ترتيبات للوضع في تجري يعني تجري على الأرض هناك انفصال معلن في 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 بعض اجزاء الجنوب اليمن تعيش مرحله صعبه التحالف الان الذي اتى الى يعني لمساندة الشعب اليمني ومساندة الشرعية اليوم يرتكب حماقات داخل البلد لماذا لا لا تقول الشرعية ولا يقول الشعب اليمني ولا يقول العالم للتحالف لماذا تخرج عن عن الأهداف المعلنة التي أعلنتها سابقاً علينا مواجهة أنفسنا بهذه الحقائق نعم دكتور. أو يعني الوقوف أمام هذه الحقائق لمواجهتها مستقبلا نعم. نعم, طيب دكتور تكرم بالبقاء معي وسنذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الاستطلاعات الميدانية التي رصدنا من خلالها معاناة هؤلاء في مناطق ساحل جنوب الحديدة في الخوخة في المخا في حيث ومن ثم نكمل النقاش ابقوا معنا داخل البترول عندنا من ثمانية ألف ريال إحنا سيادين معذبين ندخل الدخلة في البحر بسبع دبات في اليوم سبع في ثمانية الهوري محمد فيه بخمسة وعشرين أسرة إيش عاد معانا من فايدة ونقول البترول موفر البترول موفر البترول موفر وما فيش ما يتعرض له أبناء مدينة ذباب باب مندب المخا العديد من المناطق الساحليه آه هو واقع آه نلاحظه ونلامسه في آه كل يوم هناك مشردون مهجرون من مديريه ذباب حيث ان مديريه ذباب اصبحت مديريه خاليه من السكان اصبحت قاعده عسكريه في هذه الاثناء لا يوجد احد يصل الى تلك الاماكن آه كانت هناك محاولات من السكان من الاهالي من وجهاء المناطق تلك ان يصلوا الى مركز المديرية مركز مديرية الذباب لكنه لكنهم قبلوا برفض شديد من قبل القوات الموجودة هناك سواء سودانية أو إماراتية تابعة للتحالف العربي الآن الفترة هذه الحوثيين يضربوا صواريخ كاتوشة للمنازل حتى شردوا المواطنين من منازلهم وشردوا الأطفال دمروا بيوتهم حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد دكتور فيصل عودة من جديد ربما من النقطة التي انتهيت منها كان تصريح احد الذين استطلعنا ارائهم بان اهالي هذه المناطق يحاولون عده مرات العوده الى قراهم الى مساكنهم في هذه المناطق في ميون وفي ذباب لكن هذه القوات تمنع عودتهم الى هذه الاماكن. اذا هم بين نارين، نار النزوح وعدم توفير الخدمات لهم وبين نار عدم عودتهم الى اماكنهم ليمارسوا حياتهم مثلما كانت سابق سابقا. الان السؤال الاهم الحكومه الشرعيه اين هي من ما يحصل لمواطنيها من قبل هؤلاء الذين أتوا نجدة لهم ومناصرتهم كما يدعون الحكومة الشرعية ارتضت بالبقاء في الرياض ويتنقل وزراءها في بعض العواصم يقيمون هنا وهناك ولا يتحدثون عن الواقع ولا ولا, ولا يعملون بشكل جدي لاستعاده البلد واستعاده السيطره سيطره الشرعيه على على هذه المناطق اذا كان هذا التحالف قد اتى وفقا لطلب من رئيس الجمهوريه يعني اتى وفقا لشروط معينه لماذا لا يتم تفعيل هذه الشروط الان و يعني والمعركه محتدمه هناك مناطق محرره بعيده كل البعد عن الشرعيه نعلم كلنا كمواطنين يمنيين وكمتابعين للشأن الداخلي في اليمن أن الشرعية اليوم غير قادرة وعاجزة عن اتخاذ الكثير من القرارات يسمح لها فقط يعني بالتوظيف وأخذ بعض المستحقات والترضيات ويعني يتم التعامل معها كمكون من المكونات الشرعية اليوم يتم التعامل معها من قبل التحالف كالمكون الحوثي الانقلابي وكالمكون المجلس الانتقالي في في عدن وك المكونات الاخرى التي تزرعها الامارات هنا وهناك هذه هي الاشكاليه التي يجب ان تصارح بها الشرعيه نفسها او واذا كانت وصلت الى مرحله من العجز عليها ان تصارح المواطن اليمني وتصارح الشعب بما وصلت اليه هناك الف طريقه وطريقه للتخلص من هذا العبث هناك منظمات دوليه وهناك مجلس امن العالم ليس غابه كما يتوقع البعض وليس مرتعا لشركه استعماريه او او دوله من الدول هناك شعب يناضل لاجل حقوقه من 1918 وصل في 2011 الى ثوره تغييريه هذا الشعب لن يسكت عن هذه التجاوزات على على الحكومه الشرعيه فقط باعتبارها اهم يعني الممثل الرئيسي للشعب اليمني نعم. عليها ان ان تواجه الناس بالحقائق والميدان سيتحرك وسيغلي بنفسه يعني نعم طيب دكتور ابقى معي ونشرك معنا في الحديث طارق عبد الرحمن من ابناء مدينه حيس مرحبا بك استاذ طارق او فؤاد مرحبا بك فؤاد يا اهلا وسهلا حبيبي مساء النور استاذ فؤاد صف لنا الوضع الان في حيس بعد التحرير كيف هي تجري الامور هناك من جانب الخدمات من جانب الامن من جانب عوده الناس الى منازلهم والله حاليا النزوح حبيبي في حيس ما يتعدى من 80% مليون من المواطنين ولم يتبقى الا القله القليله طبعا بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الاساسيه يعني الان الناس لا زالت تنزح من حيس لا زالت تنزح من حيث حاليا نعم قوات التحالف وايضا الجيش الوطني والمقاومه الذين وصلوا الى هذه المدينه وحرروها لم يستطيعوا تامينها على الاقل. لن يستطيعون تامينها بالكامل، لن يستطيعون طرد مرتبات مدرسين، لا يوجد استقرار، تشتت اكثر من كذا يعني المواطن لم لم يستحمل ما يشوفه الان في الساحه. نعم، طيب ما الذي قدموا لكم؟ والله الى الان لم يتقدم سوى انه تم تشغيل مشروع المياه. نعم. هذا اللي انا الذي يشوفونه الان ما في الا مشروع مياه الدنيا اللي هو شغال حاليا طبعا من رجال المقاومه لاحظهم غير كذا لم يتم فرض مرتبات لم يتم امان المديريه بالكامل المربع مفتوح بالكامل نعم طيب بالنسبه للسلطه المحليه هل هناك داخل المدينه من من الجهات الاربع مفتوحه نعم هل هناك عوده لمؤسسات الدوله في السلطه المحليه في المديريه ام لا؟ حاليا على الوضع اللي حاليا يرون يعني نراه في الساحه لم اتوقع الى اي عوده لاي شيء. يعني حتى مدير امن مديريه حيس لم يستطيع ان يمارس عمله في اداره الامن خوفا من اي قصف عشوائي طبعا. مجلس محل لم يستطيع ان يمارس عمله. نعم. طيب الان التحالف العربي والقوات الجيش الوطني التي وصلت الى مدينه حيس كيف يعني هل هناك مثلا تحرك اخر لتامين المدينه التقدم في المعركة أم فقط وصلوا إلى حيث ومن ثم توقف كل شيء والله إلى الآن وصولهم إلى حيث ولم يتم أي تقدم نعم لم يتم أي تقدم من المقاومة فقط إنهم دخلوا حيث فهو عندهم زي ما زي ما نفهم جميعا إنه اعتبر هذا فوز لا هذه خسارة لأصحاب حيث أصبحت نعم طيب أبناء حيس الذين الآن تقول أكثر من ثمانين في المئة نزحوا من هذه المديرية إلى أين اتجهوا وكيف هي أوضاعهم اتجهوا إلى الخوخة اتجهوا إلى المخا، اتجهوا إلى عدن اتجهوا إلى مديريات طبعا علي لعدن أفيان ولاحق نعم تشتت توفر يعني أكثر من ثمانين في المئة نعم هل هناك جهود تبذل؟ شاهدنا العديد من المقاطع الفيديو تنشر لوصول بعض من الهلال الاحمر الاماراتي وانهم يقدمون الخدمات للناس ويقدمون الرعايه للناس ويقدمون المواد الغذائيه للناس. آه طبعا الهلال الاحمر متواجد فعلا في الساحه. نعم. آه المواد الغذائيه الى الان يعني وصلت حوالي يعني موعودين ب 80 او 60% إلى الان لم تصل كامله. نعم هذا هو فقط طيب آه. الآن الآن آه. سد... آه. حيث لم تنتظر حيث حيث حبيبي معلش فقط على كلامك حيث لم تنتظر معونات أو تنتظر إلى الأحمر، حيث تنتظر الأمان، تنتظر الأمن والأمان هذه هي نعم إلى الآن لا يوجد لا أمن ولا أمان داخل مديرية حيث نعم هل فقط تهديد الأمن فقط هذه القذائف التي تطلقها ميليشيا الحوثي أم هناك أيضا مشاكل أمنية حدثت مع وصول هذه القوات إلى حيث؟ هل هناك خلافات اقصد يعني فيما بين الفصائل او شيء؟ لا 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 حبيبي لا لا نحن لا نعاني الا من الميليشيات الحوثيه الى الان القصف العشوائي في كل بيت في كل منزل يعني او يعني سابقا كنا نخاف من التحالف والان خوفنا اكثر واكثر من الحوثيين نعم طيب استاذ فؤاد اذا ابقى معي ونعود للاستاذ الدكتور فيصل علي من ماليزيا عبر السكايب دكتور فيصل اذا الاخ فؤاد هو من احد مواطني مدينه حيس يقول نحن لا نعاني من شيء فقط نريد تامين هذه المديريه وكل المشاكل الان التي يعني تصلنا وتصلنا كمواطنين في حيس هي بسبب ميليشيات الحوثي وقصفها فقط من المحزن ما سمعته من الاخ فواد في و80% يقول من ان من المواطنين قد نزحوا من هذه المناطق ونستبحث عن امن وامان ما الذي فعله التحالف في هذه المنطقه لماذا كل هذه المعاناه التي يعانيها ابناء شعبنا في في حيث وغيرها من المناطق يعني لماذا كل يعني لماذا هذا التراخي امام ميليشيات الحوثي ليسمح لها بقصف المواطنين عشوائيا هذه الميليشيات تملك بعض الصواريخ او بعض القذائف لماذا لا يتم دك هذه المنصات التي تقتل المواطنين هناك؟ هل هناك اتفاق بين الامارات وبين الحوثيين؟ لتهجير السكان هذا هو السؤال الحقيقي لماذا لا يتم تأمين الناس فؤاد وغير فؤاد لا يستطيعون التصريح وهم في الداخل بما يعني يقلب لهم المشاكل من قبل التحالف كانوا يخافون من التحالف صاروا يخافون اليوم من الحوثيين ماذا تريدون منهم أن يقولوا الأسئلة الصحفية تبحث عن يعني حلول للناس الآن 80% من الناس مهجرين ماذا تنتظر الشرعية؟ ماذا ينتظر هذا العالم الجبان والمنافق؟ ماذا ينتظرون من من الشعب اليمني؟ الى اليوم الامم المتحده لا تعترف بنكبتنا كشعب يمني، لقد نكبنا بهذا الانقلاب ونكبنا بهذا التحالف الذي لا 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 يعلم ماذا يفعل بالناس، يتبجحون ينزل الهلال الأحمر إلى 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 حيس وغير حيس ويقدم بعض الخدمات وثمانين في المية من السكان قد نزحوا لمن تقدم هذه الخدمات للميليشيات الحوثية مثلا إذا كانوا إذا كان التحالف أو كانت الإمارات أو هذه القوات التي تعمل لصالح الإمارات تريد أن تقدم خدمة للمواطن اليمني في حيس وفي هذه المناطق عليهم يعني الاستجابة للنداء الأول وهو تأمين المواطنين. قصف المنصات التي تطلق هذه الصواريخ وهذه القذائف باتجاه المواطنين لماذا لا تتدخل طائرات الاف 16 وطائرات الابتشي في تصفيه اوكار الحوثيين؟ هذه الاسئله يجب ان تطرح بقوه وعلى المواطن اليمني ان يعي اليوم من يحارب كنا في مشكله اليوم صرنا في مشكلتين كل واحده اعظم من الاخرى. المواطن الان يتم تهجيره قصريا من حيث لماذا هل يريدون ان تتحول قي... يعني حيث الى محميه اماراتيه او اماره تابعه للامارات هل هل سيستبدلون سكان حيث بسكان اخر دكتور هي منطقه من دكتور هي, هي منطقه لا يعني... زالت منطقه مواجهات وهي ليست... دكتور هي هي خط التماس الاول الان للمواجهات ومن الطبيعي ان تكون منطقه يراد تحرير ما بعدها ان تكون فعلا هي منطقه تماس ويكون فيها قصف ويكون فيها مواجهات حتى يتم تامين ما بعدها اقصد المبالغه في يعني سرد الاحداث وتصويرها بهذا الصوره ربما هناك من يقول بان هناك تحامل ضد الامارات التي جاءت لتحرر هذه المناطق سنعفي الامارات من هذا التحامل ونحن يعني نقول كلام لا معنى له، اذا كانت الامارات والتحالف قد اوجد حلا لمشكله هؤلاء النازحين، 80% من ابناء حيث يعني خرجوا من من مناطقهم، هل تم استقبالهم وترتيب معسكرات للنزوح لهؤلاء الناس؟ هل يتم تامينهم صحيا وتامينهم معيشيا؟ ولم شتات هذه الاسر التي تتبعثر في في كثير من المناطق ويعني ليس لديها ما يؤويها، هل هناك تعامل جدي مع القضيه اليمنيه؟ هل هناك يعني تعامل انساني مع هؤلاء الناس؟ لا، وبالتالي كل ما نقوله فهو صحيح، نحن لا نختلق الاحداث ولا نختلق الاكاذيب. هذه حيث امامكم وهؤلاء الناس يتحدثون من من الميدان وهذه معاناه هذه قضيه انسانيه وقضيه سياسيه وقضيه تمس السياده الوطنيه عندما يطرد السكان من مدنهم ماذا ننتظر بعد؟ نعم من سياتي يعني ينقذ هؤلاء الناس هذا التحالف وهذا عمله أوكي هذه منطقة مواجهات وعملكم كيمنيين وعمل الحكومة المحاولين. الشرعية دكتور يعني طيب. طيب. نعم تفضل نعم كنت قد علقت على كلامك فقط بأن هذا المهمة أيضا هي أيضا على اليمنيين أنفسهم وعلى الحكومة الشرعية ممثلة بالسلطة المحلية في هذه الأماكن وبهذه المديريات على الأقل نسمع يعني ما هي المشكلة المعضلة يتحدثون للناس لما هو حاصل هناك حتى يكون الناس في يعني معرفة لما يدور ابقى معي دكتور سنسمع الآن شهادة أحد النازحين من أبناء حيث وهو الآن في عدن الأخ عبدو علي خيشن أستاذ عبدو مساء الخير وكنا قد تحدثنا معك لكن قطعنا الاتصال الآن حدثنا عن وضعكم الآن كنازحين في عدن حياك الله، أسمع بالنسبة للنازحين م... نعم المشاكل. بالنسبة للنازحين في عدن ظروفهم صعبة جدا تتمثل الم... المشاكل التي اللذي... يعانوها في أولا مشكلة السكن في بعض الناس مهددين بالطرد بسبب بسبب أنهم لا يجدون ما يدفعون من قيمة الإيجار إضافة نعم. إلى ذلك ان بعض النازحين لحد الان اتصلوا به لم يحصلوا على مساعدات لحد الان لحد الان لم يحصلوا على مساعدات وقد تواصلت مع المحافظ وبخصوص انه كان في 11000 سله بالنسبه للنازحين في عيس فتكلمت معه على اساس انه يخصص 2000 او 3000 للنازحين الموجودين في غيث الذين لم يستلموا مساعدات وعدنا المحافظ بانه يتم التنسيق مع مؤسسه تهامه والحد الان لازم يرجع اي نعم. طيب استاذ ابدا الان بعد تحرير حيص آه الان لماذا لا تعودون انتم الى هناك؟ انا سبق وتكلمت انا بالنسبه للموضوع ده قلت لك بالنسبه للنازعين و التي التي عانوها تكلمت عليها أما بالنسبة للنزول لحد الآن للمنطقة حيث غير آمنة يا أخي، يعني. لحد الآن ينزعوا الناس. كيف أنت شعر الأرجال؟ لحد الآن الناس ينزعوا من حيث. حتى الآن حيث غير آمنة نتيجة للخطف العشوائي. نعم. طيب الآن الآن بالنسبة للمنظمات الإغاثية وأيضًا مركز الملك سلمان ورئيس لجنة العليا للإغاثة تحدث أكثر من مرة بتوفير مواد غذائيه للناس النازحين في الساحل الغربي، هل وصلكم شيء؟ هل هناك منظمه تصل اليكم؟ حدثنا. في في بالنسبه للمساعدات في بس قليله جدا يعني ما تكفي بالغرض المطلوب. في مساعدات المؤسسة انا وسلمان للاغاثه الا انها ما تاديش الغرض المطلوب يعني قليله جدا قياسا للنازحين الموجودين. نعم. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ عبدو علي خيشن كنت معنا من عدن احد نازحي مديريه حيس اعود للاستاذ فؤاد استاذ فؤاد اذا وضع النازحين اذا صعب من نزحوا من حيس لا يجدون الرعايه الكامله لتوفير ما يحتاجون سواء يعني منهم مهددون بالطرد من الاماكن التي نزحوا اليها والبعض يشتكي من الامراض والبعض يشتكي عدم مواد وجود مواد غذائيه كافيه اذا وضعكم الان يعني كيف يمكن او من هو المعني بالتخفيف من من معاناتكم من هو المسؤول الان الاول على ابناء حيس هل هو التحالف هل هي الحكومه الشرعيه هل هناك يعني من جهات اخرى انتم يعني تعولون عليها المسؤول عن ابناء حيس وعن حيس كافه اولا طالما ان هناك مشاجرات بين القاده من المقاومه لن يتم تامين حيس كل منهما ماسك ماسك دوله لوحده يعني هناك انقسام بين كنا نحن. قادة المقاومة في حيث أيوة قادة المقاومة في حيث كلهم كلهم بدولته فرقة فلان وفرقة فلان وفرقة, فلان وفرقة علان كلهم يعني بدولته عندما دخلوا حيث لم يدخلوا بحيث لتحريرها فقط دخلت حيث وانفرقت حيث عدة بيوت انفرقت من المقاومة فلان فرقة فلان هذا فلان هذا فلان لم أكرر بالأسماء حفاظا على أسمائهم ولكن يعرف جيدا مدير امن حيث ان هناك بيوت انسرقت بسبب دخول المقاومه الى حيث. لم نكن نعاني سابقا من هذه السرقه او السطو ولكن انا عانينا جيدا عندما دخلت المقاومه الى ابناء. يعني الان اصبح الوضع في حيث أسوأ من ايام الحوثيين. هذا الذي هذا الذي كنت اتمنى ان اوصله الى جميع المستمعين ولك والحمد لله نوصل نعم. نعم شكرا لك اذا ربما هي رساله واضحه اتمنى ايضا ان يسمعونا الان من هم هناك من المقاده المقاومه من التحالف العربي من الحكومه الشرعيه حتى يسمعوا ماذا يقول ابناء حيس بعد ان تم تحريرها من الانقلابيين الحوثيين آه اذا ذهب سيء واتى الاسوا للاسف الشديد اذا نعود للدكتور فيصل او نذهب للماده المعلوماتيه عدها الزميل وديع عطاء عن الاوضاع المعيشيه ونزوح الساكنين في هذه المناطق في الساحل الغربي ومن ثم نكمل النقاش ابقوا معنا حياكم الله مشاهدينا الكرام واعود الى كل الامور عبر السكايب مع الدكتور فيصل علي دكتور فيصل ربما كانت كلمه قاسيه نسمعها بالفعل ان يذهب السيء لياتي الاسوا احد مواطني ابناء حيس يقول كان الوضع في عهد الحوثيين افضل من الان وهناك انقسام كبير بين فصائل المقاومه التي جاءت وحررت حيس كيف تعلق على ما سمعت هي رساله هي رساله واضحه تقوم بها الامارات فهي الداعم الرئيسي لانقلاب الحوثيين في صنعاء على كل حال الرساله تقول اما ان تقبلوا بالحوثي السيء او سنريكم ما هو الاسوا في الستينات قالها النعمان عندما سجنت الحكومه اليمنيه في سجون عبد الناصر كنا في عهد الامام نطالب بحريه القول اليوم نطالب بحريه البول هذا واللفظ صريح وتاريخي، ما يجري اليوم هو اشبه بما جرى في الامس، الامارات اليوم تقوم بكوارث سيئه في في عدن وفي حيس وفي باب المندب وفي المخا وفي كل المناطق التي وصلت فيها قوات من المجندين كمرتزقه، هؤلاء ليسوا مقاومه، من يسرقون المواطنين في حيس وفي غير حيس، في تعز وفي غيرها، هؤلاء ليسوا مقاومه، هؤلاء مرتزقه. وان تسموا باسماء المقاومه هناك يجب اعاده ضبط الامن الى الى هذه المناطق اذا كانت فعلا مناطق محرره في حيث لماذا لا يتم تمكين مدير الامن ومدير ومدراء المديريات والجهاز التنفيذي التابع يعني للسلطات المحليه من اداره هذه هذه المناطق هم لا يقبلون أن تدار من قبل كوادر تابعة للسلطة المحلية غير قابلين بأن تدار هذه المناطق بإدارات تابعة للسلطة الشرعية الشرعية مقصرة في هذا الجانب وتقصيرها يكمن في عدم بسط سيطرتها وفي عدم الحديث عن هذه الفضائع لماذا نضطر نحن كصحفيين أو كمتابعين أو كمحللين للحديث في هذا الشأن لماذا لا يتحدث وزير الداخليه وزير الخارجيه ويتحدث رئيس الوزراء ويتحدث الرئيس ونائب عن هذه هذه المشاكل لماذا السكوت عن طرد المواطن اليمني من حيث لماذا لا يتم تامين هذه المناطق مناطق كما قلنا مواجهه عسكريه يجب تامين المواطنين الان المواطن مواطني حيث يتسولون في بقيه المناطق وفي عدن يطردون من البيوت ماذا تريدون من الناس ان يقولوا؟ نعم هناك من يتم لكن يعني ايضا دكتور حتى نكون مصفين دكتور, دكتور. هناك ايضا في هذه المناطق وفي مناطق الجنوب على وجه التحديد من يقول شكرا امارات الخير وماذا علينا من المرتزقه التابعين لبعض الجهات العاملين بالاجر اليومي فليشكروا الامارات وليشكروا اي أيا كان هؤلاء لا يمثلون الشعب اليمني من يمثل الشعب اليمني هؤلاء هم المساكين انزلوا ميدانيا، لماذا لا تنزل الصحف وفرق الحقوقيين الى الى الناس لتعرف حقيقه الوضع؟ المواطن اليمني يعيش كارثه حقيقيه ونحن نستمع لفلان قال نعم وفلان قال لا، لا تصدقونا نحن ولا تصدقوا غيرنا فليصدق هؤلاء الناس الذين يعيشون هذه الكوارث السيئه، نحن قد نكون في الخارج ولا نعلم عن الاوضاع شيئا لكننا نحاول قراءه المشهد. من وجهه نظر المواطن اليمني الان المواطن يهان في بلده ويطرد من بيته ويشرد في الاراضي وهناك من يتعامل معه في عدن على اساس انه من الشمال وهناك من يتم يعني ويتم طردهم من البيوت بسبب الايجارات وغير الايجارات هناك حاجه وهناك فقر وهناك فاقه وهناك تشرد واضح وهناك تعمد لاذلال الشعب اليمني من قبل هذا التحالف الذي يتحدث عنه المواطن اليمني أنه أسوأ من الحوثي لماذا لم ينزح الناس من حيث أيام ما كانت الميليشيات الانقلابية مسيطرة هناك هذا سؤال وهذه فضيحة كبيرة وفضيحة مدوية بحق التحالف الذي يسيطر اليوم فعليا على حيث يسمح بقصفها ويسمح بنزوح الناس ويهدد الناس بكوارث الآن يعدون بعض المرتزقة بقيادة طارق صالح وما شابه هؤلاء سيكونون كارثة أخرى تضاف إلى كوارث الإمارات نخبة حضرمية ونخبة شبوانية وحزام أمني ونخبة هامية اليوم يعدونها سيكون هاني بن بريك ثاني وستكون طيب دكتور انتهى الوقت وسيكون عيدروس دروس نعم. رقم ثلاثة ورقم نعم. نعم نعم دكتور انتهى الوقت ولكن أريد منك أيضا في نصف دقيقة كلمة أخيرة الآن إلى متى سيصمت اليمنيون على كل هذه الممارسات من قبل التحالف العربي أو على وجه التحديد الإمارات؟ يسكت المواطن اليمني اليوم تحت ظل الفقر والحاجه والفاقه ويسكت لأن سلطته الشرعيه ساكته، فلتتحدث هذه السلطه فليتحدث هؤلاء الأصنام وسيعلم الناس ماذا سيفعل الشعب اليمني، الشعب اليمني لن يسكت ولن يطول صبره على هذه الفضائع أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فيصل علي كنت معنا عبر السكايب من كل دمبور. الشكر ايضا للمواطن فؤاد عبد الرحمن كان معنا من مدينه حيس وكذلك للاستاذ عبد علي خيشن احد النازحين من ابناء حيس في عدن ختام الحلقه تقبلوا تحيه معدات الحلقه الزميل ودي عطا والزميله الهام عامر كما هي لكم مني بشير الحارثي حتى الملتقى بحلقات جديده من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان حفظكم الله الوطن